تلفزيون سوريا، حلقة جديدة من لم الشمل رح أكون فيها معكم اليوم أنا ومعاذ. بتمنى تكونوا بأفضل حال. مساء الخير. ساعتان كاملتان نتمنى أن نقدم فيهما فائدة ومتعة، تفضلوا بالبقاء. هل القرار التركي بإغلاق عدد من مخيمات اللاجئين أولى خطوات إعادتهم إلى سوريا؟ وفي كيف الحال؟ مشكلة السكن في النمسا، كابوس يؤرق اللاجئين. والتحرش الإلكتروني لا يقف عند النساء وإنما يمتد إلى الأطفال والمراهقين. دخلت أولى قوافل السوريين العائدين لبلادهم من تركيا من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى فيها من معبر أونجو بينار الحدودي المقابل لمعبر باب السلامة في الجانب السوري. وتم نقل السوريين إلى بلادهم من قبل فرق الجمارك التركية عبر حافلات خصصت لنقلهم، وسيكون آخر تاريخ لعودة السوريين من ديارهم إلى تركيا هو 31 كانون الأول المقبل. كل عام والسوريون أينما كانوا في كل الأرض، كل عام وهم بخير. السوريين حريصين على العودة كل عيد إلى يارا. هناك معلومات تقول 60% من السوريين الذين يعودون لا يرجعون، يبقون يعني متمسكون بأرضهم بطينهم بملح الأرض، يبقون صحيح. هناك صحيح. أكيد ما في ظروف أحسن حتى قدروا هنا يطلعوا، يعني ظروفهم أكيد رح تكون أفضل حتى هنا يبقوا بسوريا. إلى موضوع آخر. قالت وسائل إعلام أو إعلامية روسية أن افتتاح أول مدرسة روسية في دمشق سيكون في نهاية سبتمبر القادم، وسيكون بناء المدرسة تحت إشراف بشار الأسد من الجانب السوري. وسيتم التعليم في المدرسة وفق البرامج التعليمية الروسية المترجمة إلى اللغة العربية. أما بناء المدرسة فسيتكون من عدد من الوحدات التي سيجري نقلها من سوريا إلى مدينة نوفورسيسك الروسية. وأشارت الوسائل الإعلامية الروسية إلى أنها ستكون أول مدرسة روسية في الشرق الأوسط خلال 100 عام الأخيرة. أول مدرسة بالشرق الأوسط روسية بسوريا وبإشراف بشار الأسد، حدث يعني غير مسبوق من الظواهر الكونية. كل 100 عام رح يكون مدير المدرسة قلتك هو ولا شو وضع؟ لا، في سؤال تعرفي أنه يعني مثلا مدرسة روسية فيها مادة القومية، ما الذي سيحفظه الطلاب؟ مثلا أقوال الأب الخالد فلاديمير بوتين، ممكن أقوال الأب الخالد حافظ الأسد، أقوال القائد الخالد بشار الأسد، المخرج العظيم يقول لي أقوال القائد الخالد لينين مثلا، يعني تتعدد الأقوال. صحيح. إلى موضوع آخر، حيث حافظت الليرة السورية اليوم على سعر صرفها أمام العملات الأجنبية في سوقي دمشق وحلب وعموم المحافظات السورية. وسجلت الليرة أمام الدولار الأمريكي في كل من سوقي دمشق 447 بيع و 445 شراء، حلب 445 بيع و 443 شراء بحسب ما نشره موقع الليرة اليوم. وارتفعت كذلك أسعار الذهب بمقدار 100 ليرة سورية ليسجل الذهب عيار 21 15300 ليرة سورية، وعيار 18 يسجل 13115 ليرة سورية، وذلك بعد انخفاض بمقدار 700 ليرة. يعني ليرة ورا ليرة ليرة ورا كم رقم أكثر من ليرة؟ هذا الخبر كثير صراحة، صح؟ أرقام كثير. يلا بس إن شاء الله يكون خير انخفاض الذهب على السوريين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث عرض قبل أيام على خشبة مسرح دار النمر للفنون والثقافة في بيروت عرض قصصي مستوحى من واقع لجوء مجموعة نساء سوريات وذكرياتهن في سوريا. العرض حمل عنوان حمرة بمشاركة 12 لاجئة سورية، وهو نتاج لبرنامج امتد على مدار 3 سنوات مع جمعية العمل للأمل للثقافة والفنون. تأمل النساء المشاركات أن يصل صوتهن لأكبر عدد ممكن من الناس وحتى إلى أهلهن الذين تفصلهم
أو تفصيلهن عنهم مسافات طويلة. هيام، سمعينا قصة الكازية مشان الله. بس الغيرة صعبة بتوجب، ممكن تخرب بيوت إلا إذا في شي بين هالشخصين أقوى من الغيرة. هسا عقالي أنا عندي قصة وبعد ما حكيتها. مين اللي ما حكى؟ مين اللي ما حكى؟ ما بتتذكر اليوم أخذت ابني على الحمام؟ على الغالب الهزيج التي رددتها النسوة هذه فن التراويد. هذا في درعا. كنت بدي اقول لك انا الاغنية ما عرفت اترجم لي. هو اسمه فن التراويد. ترى هذا فن من اجمل الفنون. تغنيه النسوة قبل يعني في ليلة الحنة للعروس، اي قبل ليلة العرس يعني. تراويد حورانية، يعني تراث درعا وكل تراث سوريا الحقيقة. طبعا حلو كثير. هذا العرض عرض نشط، عرض قوي، وعرض اكثر من مرة، وصوت مرة سورية يجب ان نسمع. صحيح، وخصوصا يعني الفئه اللي هي عن جد ما عم تلاقي شغل، ما عندها شغل وقدرانه انها تعمل شيء مثل تمثيل، يعني يمكن بالصدفه اكتشفوا انه عندهم موهبه تمثيليه وعم يقدروا يعرضوها على مسرح. اكيد نتمنى لهم التوفيق. وننتقل لموضوع اخر، حيث يشكل ايجاد منزل لاستئجاره في العاصمه النمساويه فيينا مشكله بالغه الصعوبه للاجئين، وذلك بسبب اشتراط صاحب المنزل لعقد عمل حتى يضمن ضمان المستاجر دفع الاجره. هذا الامر غير متوفر لدى معظم اللاجئين، الأمر الذي دفع سما سيرة كالعادة طبعاً يعني إلى استغلال اللاجئين بإلزامهم بدفع مبالغ كبيرة للحصول على سكن. تفاصيل في التقرير. البحث عن سكن في فيينا كابوس أرق محمد شبلي جراء مطالبة صاحب المنزل له بعقد عمل، وهذا غير ممكن لكثير من السوريين المقيمين حديثا في البلاد، ما أدى لدخول السماسرة على الخط. السكن هي المشكلة، لأنه الدولة هي مدعمته، وصاحب البيت لما عم تروح لعنده عم يطلب منك عقد عمل، عقد عمل غير موجود، لأنه إحنا جايين جديد على البلد. هالشي فتح بواب للسماسرة يتدخلوا، السمسار اللي عم ياخد شهرين وثلاثة وأربعة، طبعا هذا إذا وثق يعني صدق معك وأعطاك البيت. وكثير عم نعاني موضوع إنه حالات النصب. المبالغ المرتفعة للحصول على بيت وجه آخر لهذا الكابوس، فينبغي دفع ثلاث أضعاف أجرة البيت كتأمين، وأجرة شهرين كعمولة للشركة العقارية. هذه المشاكل ناقشتها ورشة عمل أقيمت في العاصمة النمساوية. ورشة اليوم كما شاهدتم كانت عن نظام السكن النمساوي في فيينا، والعقبات التي تواجه الوافد الجديد أو المهاجر أو اللاجئ في الحصول على سكن، أو الاحتيالات التي تواجه كذلك من طرف الناس صعبين ومحتالين. وضحنا اليوم ما هي أنواع السكن، من بيوت البلدية إلى بيوت الرهنيات. وضحنا كذلك أنواع العقود. أمام هذا الوضع يلجأ الكثيرون إلى السكن المشترك، حيث يدفع مقابل سرير بغرفة نحو 300 يورو شهريا، أو يضطر لاستئجار منازل قديمة حتى لو كانت غالية. وهذا ما ركزت عليه أيضا هذه الورشة، بكيفية تحصيل جزء من مبلغ إيجار البيوت القديمة. نحن اليوم هنا لدعم مستأجري البيوت في النمسا ولنعيد أمر حقوقهم في السكن إلى نصابها. هذا يعني أن الكثيرين يدفعون أجرة مرتفعة لبيوت قديمة، هناك مستوى أجرة لا ينبغي تجاوزه، وللأسف لا يتقيد أصحاب البيوت بذلك، فيرفعون الأجرة نحو 30%، ونحن نساعد المستأجرين على استعادة ما دفعوا من أجرة كبيرة. لا يبدو أن حلا قريبا لمشكلة السكن يلوح بالأفق، فما على اللاجئين إلا تكرار المحاولة علها تنجح، إلى أن يتمكنوا من الحصول على عمل فيصبح الأمر يسيراً.
مشكلة، مشكلة السكن واللاجئين. صحيح. يعني طالما هناك لاجئ هناك مشكلة في السكن، ليس في النمسا، في كل مكان. السوريون اللاجئون يعني عانوا الأمرين والله العظيم، من قضية أنه نريد بيت والمالك قضايا مؤلمة. حكي ميديا مظبوط، حكي ميديا يا جماعة. هلا صار وقت نقول لآلاء مساء الخير. مساء النور يارا ومعاذ، هي أول حلقة بنكون فيها أنا وياك. منتهى السعادة. أنا كمان منتهى السعادة والفخر الحقيقة. هي تاني حلقة معنا، طلع زي هلا هي ضوجك. أنا تاني حلقة مع معاذ. ها تاني حلقة معه. أنا أول حلقة مع معاذ، برحب فيك أكيد ببرنامج لم الشمل. أهلا وسهلا. أهلا فيك. البداية مشاهدينا مع سؤال حلقة اليوم، هل القرار التركي بإغلاق عدد من مخيمات اللاجئين هو أول الخطوات لإعادتهم إلى سوريا؟ طبعا اللي بنتمنى اول شيء انه ما يبقى اي حدا اسمه لاجئ وكل العالم ترجع على معقول لبنى. يعني هاي الامنيه تتحقق هيك يعني ما يضل حدا اسمه لاجئ، تخيلي. حلوه يعني ان شاء الله. ان شاء الله ليش يا رب. لا انا متفائله دائما معاذ، بدك تعود علي. ان شاء الله. ان شاء الله. رح ننتقل للمواضيع الاكثر تداولا على السوشيال ميديا. امبارح اطلق الرئيس اللبناني ميشيل عون لقب فجر القرود على دوره لضباط جيش بلاده. طبعا هذا الموضوع اثار سخريه وغضب رواد السوشيال ميديا. جنة تويتر امبارح تماما، وصار في هاشتاج اسمه عصفة القرود. هلا اليوم وليد جنبلاط غرد على تويتر تعليقا على هذا الموضوع، فانا اخذت لكم التغريده لحتى نشوف. عم يقول: اعتقد ان العماد عون اسيء فهمه عندما خرج بتلك التسميه لدوره الجرود، فهو استوحى من خطابي في ساحه الحريه عام 2006 وقصد ان الجيش اللبناني يملك رجال تقتحم الجرود وتقتل وتهزم قرود داعش وبشار. وليد بيك على فكرة على طول، يعني شخص يعني على طول تغريداته بتعمل إشكالية دائما ظاهرة. صح، بس هي كمان خطأ يعني الرئيس، فخامة الرئيس اللبناني يعني كمان ما معقول فجر القرود. يعني غلطة بكفرة. لا هو على فكرة الرئيس اللبناني يعني شباب ما شاء الله، 90 سنة يمكن أو 91 يعني عادي. مراهقة يعني بعد مرة سنة طلع مراهقة. كمان فيديو انه وقع تذكري يعني. الفيديو اللي وقع فيه ايه له كثير. هنا بيحبوا يشجعوا المواهب الشابة والقدرات إيه الشباب يعني 91 شو يا 91 يا 30 تمام. كمان اليوم الصفحات المؤيدة مشغولة بأسرع زواج وطلاق شهدته المحاكم السورية بحسب وصفهم. تعالوا نشوف شو قصة هالزواج اللي كتير سريع. عم يقولوا إنه عريس يطلق عروسة وفي يوم زفافهم بسوريا في حادثة غريبة شهدتها المحاكم السورية مساء السبت، رمى عريس يمين الطلاق على عروسته في يوم الزفاف. وبالتفاصيل إنه العروس رفضت ركوب والدة العريس في مركبة العروسين قبل الذهاب إلى صالة الأفراح، وهذا الأمر أغضب العريس يلي رمى يمين الطلاق على العروس أمام المتواجدين، فيما باءت محاولات أقارب العروسين في إقناع العريس بالعودة عن قراره بالفشل. هل أنتم مع أم ضد ما فعله؟ واو لازم أنت تجاوب أستاذ. والله لو كنت مكان العريس يعني ماذا تفعل؟ يعني شوفي مبدئيا هو الله لا يحطني مكانه يعني، بس إنه طلاق فورا يعني شوي شوي روق شوي يعني كمان الست العروس يعني خلاص امه للعريس بدها تطلع بالسياره، ما في حاجه يعني تعملي لي مملكتك من اول يوم، مملكتي السعيده يعني من اول خمس دقائق. بس كمان هو يومها، طيب هي حقها كمان يعني. انت شو رايك بس هو شو كان رح يصير اذا هي طلعت بالسياره؟ يعني هون الفكره ايه معناتها قديش يعني في خصامات قديمه يعني. مبدا الاستقلاليه وهيك شغلات يعني يمكن هي هو اوقات في عرسان عن جد عروسات بيرسموا كل شيء على الليبرا بعرسان انه انا بيوم عرسي هيك بده يصير، فاي غلطه بيعملوا عليها. لا سيبك من الراي، شوفي جمع عروس عروسات. عروسات باللغه المحكيه يعني جمع موفق. طب خلونا نشوف رواد السوشيال ميديا شو كان رايهم بالموضوع. والبدايه مع روسي يلي قالت: ويبقى السؤال المحير الذي يدور بعقلي دوما، لماذا يعتبر الرجل زواجه من المراه مكافاه لها ذات منيه وطلاقه لها عقاب؟ فعلا سؤال بيطرح نفسه. شو رايك معاذ؟ سؤال مهم يعني. اسالي يارا. طيب هاي لا بسالك لانه انا ويارا بالعاده بنستلم سؤال بالعاده لو اي هم مكانه كان هلا خلص استسلم. لا سؤال مهم.
طب جاوبنا عليه. يعني مهم لدرجة إنه ما عندي جواب. سؤال عظيم. أدران لهلا يتملص. فظيع. هلا الباقي التعليقات فيها هجوم فظيع. خلونا نشوف. أمجد عم يقول ما ضاعت الترباية فيه، إجت فورا وبدها تقلع أمه. الله يعطيك ألف عافية، جد ما ضاعت الترباية فيك. زهر ما قصر، الله محيي أصله العريس. باسل كلهم شباب، انتبه باسل. أحيي العريس على هذا القرار، ماهر تستاهل. هي إذا هلأ ما رضيت تركب أم العريس بالسيارة معها، بعدين كيف رح تستقبل أم العريس ببيتها والعريس ما غلط؟ سؤال مهم يعني. ما سؤال. تساؤل مهم. لا تساؤل. التساؤل فكيف يعني من بعد فكيف صح ولا؟ كيف المستقبلية؟ إيه تساؤل عظيم. طيب خلينا نشوف إذا في تعليقات تانية عن نفس الموضوع لساتنا. خلص هدول التعليقات. هلا قبل ما نحكي عن جزء ثاني من حكي ميديا، بدي اقرا على السريع التعليقات اللي اجت على سؤال حلقه اليوم. السؤال هو: هل قرار تركي باغلاق عدد من مخيمات اللاجئين اولى خطوات اعادتهم الى سوريا؟ وطبعا مشاهدينا السؤال موجود على صفحتنا على فيسبوك، ونحن بانتظار مشاركاتكم. واليوم في يعني تعليقات منيحه جايه على السؤال، لهيك رح اقراها على السريع. أرمين عم يقول: تركيا تنفذ القرار الروسي في سوريا، وما عدا ذلك كلام غير واقعي ونسيم القرار الروسي تركي وبعدين على الشمال السوري. هذا رد تركيا على أمريكا. عم يقول صالح ومحمد: النقل على مخيم ثاني بتركيا وليس على سوريا. يعني مع أنه إحنا عم نسأل إذا رح يكون النقل على سوريا، فمحمد لا، رأيه أنه عم يجهز. هو بده توضيح يعني المسألة هذه التي ذكرت. يعني ضيوفنا إن شاء الله في الفقرة القادمة حنوضحها. يعني فقرة إشكالية دوماً هذه الأخبار ألا تثير الجدل يعني، والناس تتخوف. القلق. صحيح صحيح. خليني أقرأ آخر تعليق. عم يقولوا بس عم يبنوا مخيمات على الحدود السورية. صح الكلام. ثلاث مخيمات اعتقد، كلس والمناطق الحدوديه. رح نشوف كل المشاهدين. هلا رح يتم بحث هذا الموضوع بشكل كثير مفصل بفقره شو صار. عبين ما تبلش الفقره اكيد يارا ومعاذ بانتظار مشاركاتكم، واكيد ممكن يستفيدوا منها بطرح الاسئله على الضيف. انا بدي اودعكم هلا، ولكن وداع مؤقت، رح نرجع نلتقى بعد. حزينين والله على هذا الوداع يعني. لا انا دغري يعني قلت لك مؤقت عشان ما تزعل. ما تحزن. شكرا. بالجزء الثاني من حكي ميديا رح يكون في معنا مواضيع كثير منوعه وظريفه، خليكم عم تحضرونا. اكيد رح نكون ناطرينك. الا شكرا لك. رح نروح لفاصل وبعده منتابع ما تبقى من لم الشمل.